السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الدامتر بتاع الفايلات في الاندو، اللي هو دايما يجي يقول لك هات الدي 0 وهات الدي 6 او الدي كذا عند النقطة كذا في الفايل ده، تيبر 2 ولا تيبر 4 ولا 6، دايما بيبقى عندنا فيها مشاكل. فإن شاء الله النهارده نحاول نبسطها وتكون سهلة ولذيذة بإذن الله. تمام، في البداية بس أقول كام نقطة سريعة عشان تسهل علينا وإحنا بنقول في المسائل، نبقى متخيلين كل حاجة. إحنا عارفين طبعا التركيب بتاع الفايلات كل ما بين الرقم بيزيد كل ما حجمها بيزيد. تمام، وفي نفس الوقت عندنا تيبر 2 وتيبر 4 وتيبر 6. لو حد اشتغل بروتري او شاف حد بيشتغل بروتري دايما يقول لك تيبر 4 وتيبر 6، هنفهم يعني ايه تيبر 4 وتيبر 6 اصلا. طيب، في البدايه الفايل مكوناته، احنا عندنا دايما ده بنقول عليه الوركينج بارت اللي هو فيه فلوتس او المحزز ده، ده بيبقى الشانك، مالناش دعوه بيها او ما علينا منها دلوقتي، ولكن احنا عايزين بس نتاكد ناكد على فكره ان الوركينج بارت الحته اللي هي فيها فلوتس دي دايما بتبقى 16 ملم في الفايلات. في ده طبعا احنا حابين بنقول عندنا لونج فايلز وفايل عاديه، يقول لك لو هتشتغل ابر كانون هات لك لونج فايل اللي بيزيد الشنك الجزء ده، لكن ده بيبقى ثابت دايما ايه 16 ملم. تمام، حلو. طيب يعني ايه تيبر؟ هنا مثلا احنا على سبيل المثال الاثنين الحمر دول عندي 4 تيبر 4 فايل 25 تيبر 4، وده 25 برضه تيبر 6. لو نلاحظ فرق الحجم اللي ما بينهم، يعني ايه تيبر بقى؟ تيبر معناها ان انا شبه القمع كده، ان انا بنزل حاجه، ببدا حاجه صغيره وابدا ازيد تدريجيا ايه بشكل ايه القمع او الايه شكل مخروطي كده وانا طالع، يعني من فوق من تحت اقل حاجه وفوق اعلى حاجه. تمام، حلو. طيب دلوقتي يعني ايه بقى تيبر 4 وتيبر 6؟ تيبر 2 او تيبر 4 او تيبر 6 معناها ان انا مثلا بدات فرضا على سبيل المثال ب 100، طبعا ده مش في الفلات ولكن عشان المثال ايه يوضح. هنا 100 النقطه 0 الديامتر عند النقطه 0 100، كل ملي هتزيد 2%، يعني مثلا انا بعد 1 ملي 2% من يبقى هيبقى 102، كمان ملي هيبقى 2% من ال 102، كمان ملي هيبقى 2% من الرقم اللي طلع، وهكذا. يبقى انا كل ملي بزود مقدار زيادة عندي ب 2%، في التيبر 4 هيبقى مقدار الزيادة 4%، معنى كده الزيادة هتزيد. في تيبر 6 مقدار الزيادة من النقطة 0 وأنا طالع هيبقى 6%، فأنت متخيل بقى مقدار الزيادة لما يكون 2% بس أو 4% أو 6%. فعشان كده في الأربعة تلاقيها قليلة لكن الستة تلاقيها أكتر بكتير. يبقى ده إيه مفهوم التيبر، يعني إيه تيبر أصلا. تمام؟ طيب، في المسائل في الغالب بنشوف هيقول لك مثلا فايند دي 6 أو فايند دي أيا كان الرقم في الفايل رقمه كذا تيبر بتاعه كذا، يعني إيه؟ طيب هي دي الاول، لما يقول لي الدي 0 والدي 16 عندنا حاجتين ثابتين. دي 0 يعني الدايمتر بتاع الفايل عند النقطه 0، تمام، واكتر حته هيبقى واصل لها اللي هو ايه دي 16، لان احنا قلنا طوله 16، يبقى اخر ملي هيبقى 16. يعني هو يسالني دي 0 يا دي 16 يا حاجه ما بينهم بقى، الدايمتر عند النقطه 4 5 6 7 ايا كانت الايه النقطه بتاعي، يعني دي بترمز لدايمتر يعني القطر بتاع الفايل عند الملي الفلاني. الدي 5 يعني الملي القطر بتاع الفايل عند الايه ال 5 ملي اللي هنا دي بالظبط كده. تمام، حلو، ماشي. الفايل نمبر طبعا احنا عارفينه، وهنقول ازاي بنجيب رقم الفايل او ايه فكره رقم، يعني ايه ليه رقم الفايل بيبقى كده اصلا. وفي نفس الوقت التيبر، التيبر احنا اوريدي فهمناه. طيب لما يجي يقول لي سؤال فايند دي 6 عن فايل كام، ايه القانون بتاعها اللي احنا المفروض نمشي عليه؟ دي النمبر بتاع اللي هو دي 6 10 16 0 ايا كان بقى الدي 0، الدي نمبر بتساوي الدي 0 اللي هو الدايمتر عند النقطه 0 زائد الرقم او النقطه الملي اللي هو عايز عنده اللي هو الدي كذا، الدي نمبر الرقم اللي هو مديهوني هحطه هنا في التيبر بتاعي. تمام، طيب احنا الرقم هو اوريدي بيبقى مديهولي اللي انا هحط اللي هو دي كذا، فانا هحطه هنا هعوض بيه هنا. انا عندي الدي 0 وعندي الدي تيبر، اجيبهم ازاي؟ الدي 0 ليها قانون سهل وبسيط جدا، رقم الفايل هتقسمه على كام؟ على 100، هيديك الدي 0 بتاعتك. يعني مثلا الفايل هنا 20 اداني 20 على 100 فيها 0.2، يبقى انا كده جبت الدي 0 بتاعتي. تمام، حلو. النمبر هو كده كده هيبقى مديهوني. طيب التيبر، التيبر لما يقول لي تيبر 2 يعني معناها 2% يعني معناها 0.02، او لما يقول لي 4 4% 0.05، او لما يقول لي 6% 6 بتساوي 0.06. تمام، يبقى ده التيبر بتاعي اهو، هستخدم انا الارقام اللي هنا دي. لما يقول لي تيبر 2 يبقى هضرب في كام؟ 0.02، 4 هضرب في كذا، 6 هضرب في كذا، يبقى كده ايه الدنيا واضحه. يبقى خلاص تعالى نحل المساله بتاعتنا، هنلاقي الموضوع سهل وبسيط جدا ان شاء الله. اول حاجه قال لي فايند دي 6، ماشي، يبقى هو عايز الدايمتر بتاع الفايل عند الملي السادس من تحت في الفايل 20 تيبر 2. حلو، طيب اول حاجه احنا اتفقنا القانون بتاعنا اهو، الدي 6 بيساوي الدي 0، الدي 0 20 على 100 على رقم الفايل على 100، 20 على 100 يبقى 0.2، يبقى انا كده اعوض اهو الدي 6، حطيت الدي 0، الدي 0 كتبتها هنا 0.2 زائد
احنا قلنا النمبر في التيبر، الرقم هو مديهولي قال لي 6 يبقى اكتب هنا 6. التيبر قال لي تيبر 2 يبقى اضرب في 0.02 خلاص هطلع الناتج بتاعي، يبقى الدي 6 بتاعتي بتساوي اللي هو ايه، لو ضربنا الكلام ده في بعضه يطلع الناتج، يبقى هو ده ناتج الدي 6 بس بكل بساطه. طيب الفايل نمبر بقى ممكن هو مثلا يغلس، احيانا يقول لك عليك يقول لك هات رقم الفايل بس، انا عايز رقم الفايل مثلا، يديك الدي زيرو ويقول لك انا عايز رقم الفايل. نفس بقى فكره القوانين بتاع الفيزياء زمان، اللي هو انت بتحط ايه لما يكونوا ثلاثه على بعض يبقى عايز ده اضرب دول في بعض، او عايز ده اقسم دول على بعض زي ما كنا بنعملها في الفايل. يبقى نفس الفكره، لو هو عايز الفايل نمبر قال لك هات رقم الفايل ده، يبقى تضرب الدايمتر الدي زيرو في 100. تمام، يبقى كده ايه ان شاء الله الدنيا وضحت ولذيذه. وبالمناسبه رقم الفايل يعني لما يقول لي 20 معناها اللي هي ايه عند الدي 0 يبقى 0.2. يعني لما يقول لي هنا الفايل ده 20 معناها الدي 0 عنده 0.2، لما يقول لي الفايل ده 25 معناها الدي 0 0.2 25 30 وهكذا. يعني رقم الفايل وبيعبر عنه بالدايمتر، يعني هو الفايل ده بادئ منين. لما انا اقول لك الفايل 15 معناه ان هو بادئ الدي 0 كانت 15، فلما يوصل للدي 16 مقدار الزياده هيبقى قليل، فعشان كده الفايل 15 صغير. لكن لما اجي اقول لك الدي 0 هتبقى 0.4 يعني 4 نص ملي تقريبا، فمقدار الزياده هيبقى زياده لما ايه اطلع. عشان كده هي من هنا جت ترقيم الفايلات، او يعني ايه فايل 15 ليه بنقول عليه 15 20 والكلام ده كله. تمام، حلو. طيب يعني احنا كده جبنا الفايل نمبر اهو، نيجي بقى للتيبر. في قاعده كده في التيبر، هو ممكن مثلا هنا يجيب لك البيانات ويقول لك هات لي التيبر، انا عايز، ما يقولكش انا عايز مثلا ايه الدي 6، لا يقول لك انا مثلا عندك الدي 16 اهي او الدي 0 اهو، انا عايز الفايل ده هو تيبر 2 ولا 3 ولا 4 ولا 6. تمام، احنا عندنا قاعده في الـ في الـ في الـ في التيبر بيقول لك ايه، ان انت في الفايلات تيبر 2 لما تقسم 16 على تنقص دي 0 من دي 16، طبعا احنا عارفين دي 0 اللي هي عند اقل حاجه ودي 16 اللي هي عند ايه اعلى حاجه. تمام، فانا بقول لك قاعده لما تطرح دي 0 من دي 16 هيديك رقم ثابت 0.32، وفي تيبر 4 لما تطرح دي 0 من دي 16 هيديك رقم ثابت 64، ونفس الفكره في 6 لما تطرح دي 0 من 16 يعني دي 16 ناقص دي 0 في اي حاجه من دول هيديك ارقام ثابته. ولو نلاحظ هما برضو بيتضاعفوا، يعني هنا كان 2 4 6 هنا 32 بقت في 2 64 زود عليهم كمان بقت 96. تمام، دي ارقام ثابته. طيب فرضا هو جه قال لي انا عايز التيبر بتاع الفايل ده، قال لك دي 16 وادي الدي 0، او مثلا قال لك هات انت الدي 0 هو اداك رقم الفايل واداك دي 16، وقال لك انا عايز التيبر بتاع الفايل ده، هتقسمهم طبعا الرقم ده احنا المفروض عندنا ثابت دي 16 والدي 0، هو مثلا اداهم لك هتروح قسمهم تروح من بعض يديك رقم، تروح قسمه على اللينث اوف وركينج بارت اللي هو 16 اللي احنا قلنا اللي هو ايه المسافه دي، هيديك التيبر. تمام، يبقى 16 يعني مثلا قال لك الدي 16 بتاع كذا طرحتهم، هو مديهم لك مثلا طرحتهم لقيتهم 32، يبقى 0.32 على 16 هيديك الايه التيبر. تمام، يبقى كده نكرر تاني، هيديك رقمين هتقسمهم، الحته دي ممكن تكون رخمه شويتين ولكن ايه سهله وبسيطه ان شاء الله. هيديك رقمين، طلع الناتج ده هتروح قسمه على 16 هيديك 0.02 اللي هو احنا قلنا ايه اللي هو التيبر ده، اللي هو ايه التيبر. يبقى الرقم اللي هيطلع لك ده هو الايه التيبر، مثلا طلعت لك الرقم 0.64 هتقسمه على 16 هيديك ايه الرقم ده. انت اصلا يعني مش هتبقى محتاج تقسم، انت لو مثلا الرقم هنا طلع لك 32 يبقى خلاص انت هتبقى عارف تيبر 2 على طول او 64، ولكن عشان لو عايز تكمل القانون وتكمله لاخر هتقسمهم على 16 هيديك الايه التيبر بالظبط بتاعك. تمام، اتمنى ان شاء الله كانت الدنيا واضحه ولذيذه، والجزء ده برضه هو ده اهم جزء الاشهر، وان شاء الله ان هو سهل وبسيط. قلنا رقم بنجيب الدي 0 بنقسم رقم الفايل على 100، والرقم الدي 0 اللي هو طالبه مني الدي 0 اللي انا جبته في زائد الرقم اللي هو مديهوني في التيبر، والتيبر احنا عرفنا ايه الكلام ده كله. يبقى انا كده لو اداني مساله عايز اي حاجه فيها تيبر 4 2 اي رقم 5 يبقى كده الدنيا ايه واضحه، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا.